برافو. مش ده مش حب، كنا بنتكلم في كل حاجه. الله. انا كنت بدرس الحاجه اللي بيدرسها عشان اكلمه، عشان اعرف الاقي لغه مشتركه، وده واجبنا، ده شغل لازم عشان تحافظ على البيت، عشان تحافظ لكي يقدم بينكما. دي روشتة، دي روشتة وكلام من كل واحدة بتحب راجلها لفتيات الأمة وبتحب حياتها. نعم. وربنا ما يغير على حد أبدا يا رب. لازم تحافظي على بيتك وتتجددي وتغيري نفسك. نعم. وتغيري ديكور بيتك وتغيري لبسك وتغيري شكلك، يبقى يلاقي هذه، لأن الرجل يعني معلش تعددي النظرة، وهو يعني عنده هنا قوة أكثر من المرأة. المرأة سمعها أقوى، الرجل عينه أقوى. نعم. فهو يحب التغيير. كوني أنت اللي بتغيري نفسك، ليه تروحي تخليه هو يغير يعني وياخد وزر؟ كلام من ذهب يا دكتور عبد. حضرتك اخترتي يعني مهمة خيرية عظيمة ونبيلة جدا، ومن أصعب المهام. كان من الممكن أن حضرتك تعملي مهمة بسيطة وتشاركي في جمعية أهلية، لكن فيما يبدو أن حضرتك لست قولا فقط، ولكنك مزجت بين القول والفعل. من أين وكيف نشأت جمعية الباقيات الصالحات؟ عايزة أقول لك هي اللي اختارتني. هي اللي اختارتك؟ هي اللي اختارتني والله. إزاي نشأت؟ كان عندي قطعة أرض 950 متر، وزوجي حط لها رسمة الفيلا عشان نعيش فيها وإحنا في مكة، وهو مهندس. وبعدين قلت له لا، احنا نقسمها نصين، نقص جزء الباقيات الصالحات. بس شوفوا الدنيا يا اولادي، الدنيا لا تساوي كومة ورق كده قبل ما نروح المستشفى. فيها عقد بيع فيلا في اسكندريه، وفيها عقد بتاعه الرسمه بتاعه الفيلا هنا، كومة كده سابها ومشي. وكأن الزمن يعني كان ايه، يبطئ دقائقه عشان اتامل هذه اللحظه. الله. لحظه الفراق. نعم. فالمهم اتفقنا على هذا، الى ان قضى الله انه انتقل. فروحت الارض كلها خصصتها للباقيات الصالحات. نعم. في سيده فاضله من دوله عربيه كانت عايزاني اعمل قناه فضائيه. وجات لي وقلت لها لا، انا مش بتاعت ده، ولا اعرفه ولا سكتي، وانا اخيب واحده. انا من ضمن الامور برضو اللي الستات والرجاله بيختلفوا عليها، الفلوس لا. انا كان يعني اقول ايه، ذمتي الماليه بين يديه. نعم. يعني فلوسي معاه. نعم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. فانا قلت لها اذا كنت انا فلوسي الخاصه ما اعرفش استخدمها، لا ماليش في ده. وبعدين لو انتقلت انا اعرف هتفضل قناه دينيه ولا لا؟ لا، انا بعمل مشروع خيري وكذا كذا كذا. نعم. وما ينفع الناس. فوجئت، انا بقول لك هو اللي اختارني. سبحانه. ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمني باني نزلت المشروع مع مجموعه من صديقاتي الفضليات. قلت لهم ايه رايكم نقتحم العقبه؟ واقتحام العقبه ده مهم. لو دار اطفال عاديين صحيح. احنا هنفرح بيهم. نعم. لكن انا عايزه افرح غيري. نعم. فاخترت أطفال مرضى السرطان. نعم. لأن شفت وجعهم، شفت الهم اللي بتبقى فيه الأم اللي ابنها مريض، شفت الست اللي جاية من أقصى الصعيد عشان تدور على مكان تنام فيه الليل عشان ابنها اللي عنده 6 سنين ولا 5 سنين يلحق يتعالج، شفت الطفل اللي ما يعرفش معنى اللعبة لكن كل همه إزاي ياخد الحقنة وإزاي ياخد الدواء ويبقى حامل الهم زي أمه. شفت ده. فعملت لهم بيت كأنك داخل قصر. نعم. رسمة الحيطان مرسومة، حاجة تفرح. نعم. بعد كده قلنا نجيب أطفال الشوارع. بدأنا نجيبهم، لقينا تجارة. وأنا مش بتاعة التجارة، ماليش فيها. يعني هتدينا كام؟ مش عارفة، حواديت كده يعني. فبقى اللي عرفت يعني بحد يشغله عرفت، اللي عرفت أخليه يتعلم عرفت. وفجأة لقينا أمهات وأباء شوارع، أب وأم في الشارع ماشيين ندور عليهم، ما لهمش حد. بدأنا ناخدهم. نعم. شوف بقى الدنيا لما تتسرب من الإنسان، العقل الميزان، العقل النافذة اللي يطل بيها على العالم، فجأة يمحى، فجأة يبقى صغير. سبحان الله، يبعث المرء على ما كان عليه. نعم. أعرف واحدة ست حبيبتي الله يرحمها بقى،
كانت طول الوقت عايزة تتزوق وعايزة تعمل الشعر، ولما مش عارفة حد يقرب لها انت مش عارف بتعاكسني ست كبيرة قوي، لكن هو ده اللي في دماغها، مفيش حاجة تاني في دماغها غير كده. فسبحان الله الواحد لو يعرف يعدل مساره، يعدل اختياراته في الدنيا، يعدل اشغالاته، انت واعي وتقدر تفكر. فلحظة بقى ما الوعي ينتهي، نعم، العملية بتبقى صعبة قوي. صحيح، قوي قوي يا ابني. فربنا يتولانا جميعا ويتلطف بينا. صحيح. وبدأت مع المشروع ده مع مرضى الزهايمر بالتحديد، وده هيخليني أسأل حضرتك سؤال، هل هو النسيان ده شيخوخة مبكرة ولا مرض زهايمر؟ لا، احنا ما نقدرش نقول مش كل نسيان زهايمر. الزهايمر له علاماته. لكن اللي لاحظته ان حفظت القرآن الزهايمر بيجي متأخر قوي 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 اذا جه. نعم. وغالبا حفظت القرآن ما بيجيلهمش. هل النسيان ده من الممكن ان يكون نعمة في بعض الاوقات؟ والله يا ابني انا ساعات الاقيه نعمة. يعني كان عندي واحدة حبيبتي عندها الزهايمر، ربنا ما يكتب على حد يا رب، وابنها انتقل وما حستش بحاجة. وعندي واحدة تانية جالها سرطان فما كانتش بتتألم. الله، لا ده ربنا كريم قوي قوي، سبحانه، وحنين على عبيده قوي. بس انتوا خليكم معاه، والله الدنيا لا تساوي. عندي واحد يعني أنا بحبه جدا، راجل من الحراس اللي عندي، راجل صعيدي اسمه عم فتحي. الراجل ده أنا بحبه بشكل، يعني يطلبني يعيط يقول لي الجمعية توحشتك يا ماما، ويعيط عشان أيام كورونا فترة كده ما كنتش بقدر. جات الكورونا الجمعية. صحيح. الوقت هو دخل غيبوبة، أنا بموت عليه، يا رب يشفيه وينجيه واللي يسمعني يدعي له. فسيادة اللي هو مش عارف، قلت له والله إحنا اللي كلنا في غيبوبة، حد عارف احنا فينا ايه؟ ده كان زي الفل، ده وحش. فالناس لازم تعرف. نعم. انتبهوا، الناس نيام واذا ماتوا انتبهوا. الله. انتبهوا. نعم. الحياه بتتسرب مننا، ما ابن ادم الا ايام معدوده، اذا مضى يوم مضى بعضه. نعم. احنا ابعاد.